عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ليلى غيتا مولاتي. الفيديو ديال اليوم كيف شفتوا في العنوان هو البديل الأرخص للمنتج الشهير الغني عن التعريف أولابليكس نيميرو 3. أولابليكس هي اون غام لي كبيرة بزاف، فيها منتجات ديال العناية بالشعر من صفر حتى لتسعود يمكن ولا العشرة، مهم من صفر. فيها بزاف ديال المنتجات، انا جربت منها ثلاثه ديال المنتجات اللي هو رقم 3 ورقم 6 ورقم 7. المنتجات ديال اولابليكس الثمن ديالها شويه مرتفع، هي منتجات فعاله. انا كنشوف الناس اللي كيقولوا ان هاد رقم 3 انه ما كيدير حتى شي حاجه، انه حيت هما اصلا يا اما كيستعملوا غلط يا اما كيتسناو منه واحد الحاجه اللي هو ما كيديرهاش. كيتسناو انه ملي غيديروا لابليكاسيون ديال هاد اولابليكس غادي يشوفوا شعرهم ولا رطاب ولا بحال داروا ليه الان سوان ولا داروا ليه ما عرفت لاكياتين ولا ما عرفت كيفاش، ما شنو كيتسناو منه. شفت بزاف ديال الفيديوهات فيها معلومات خاطئه على الاولابليكس. اول حاجه نشرح لكم على الاولابليكس ومن بعد نوريكم البديل الارخص ديالو اللي انا دابا انا خدامه كنجرب فيه. كيبان ليا انه مزيان، كيبان ليا الناس بزاف كيشكروه كيقولوا انه مزيان على المدى البعيد، ما عرفتش. انا دابا غادي نوريه لكم، اللي بغى يشريه يجربه، ومن بعد غادي نرجع وندير لكم عليه زعما الحصيله ديال التجربه ديالي معاه. اول حاجه اولابليكس رقم 3 كيفاش كنستعملوه؟ كيكون الشعر ديالنا مغسول نقي، ما فيه حتى شي برودوي، داكوغ. كاين اولابليكس رقم 0 كيجي بحال الفلويد، كيدار على الشعر، كيقول لك هذاك بحال الطونر، بحال كيوجد لينا الزغبه انها تستقبل رقم 3. انا صراحه الله ما شريتوش، معمرني ما شريتو، معمرني ما جربتو. كيقول لك مزيان انه كديروه زعما بحال كيبريباري، كيهيئ لينا الزغبه انها تستقبل او لا تشرب الاولابليكس رقم 3. ما اقتنعتش به، ما دخلش ليا في راسي. كيف قلت لكم انا المنتجات غاليين ماشي رخاص باش تبقى تشريهم من صفر حتى ل 700. رقم 3 معروف بالفعاليه ديالو، معروف انه شنو كيدير للشعر. رقم 3 كيف نبداو بطريقه الاستعمال ومن بعد نقول لكم الفوائد ديالو. قلت لكم طريقه الاستعمال، الشعر يكون مغسول نقي ونص ناشف، يعني ماشي كيقطر وماشي فازق. كتابليكيو عليه الاولابليكس على الشعر كامل، ما كتقربوش الجلده ديال الراس، كتابليكيو على الشعر كامل وكتخليوه هما كيقولوا 10 دقائق. انا ما كنتش كندير هادشي، انا كنت كنديرو وكنخليه ساعه ساعتين ثلاثه السوايع اربعه السوايع، نبات به. شي مرات كنخليه في شعري الا كنت ما غنصايب شعري، ما حتى شي حاجه، ما غندير حتى شي برودوي فوق من شعري، كنت كنخليه سورتو قبل ما نصبغ شعري ومن بعد ما نصبغ. شنو كيدير؟ كيهدئ هذوك لي فورش اللي كيكونوا في الشعر، هذوك الزغبه اللي كتكون عندنا الشعره ديالنا. نقدر نخلي لكم شي صوره في الجنب باش تعرفوا لي فورش شنو هما، بحال لي بوينت، هذوك لي بوينت اللي كيكونوا عندنا لتحت. الزغبه في بلاصه ما تكون نازله وحده كتولي مخرجه 3 4 5 دريوصه من التحت، كيعالج لينا هذا المشكل، ولكن ماشي من المره الاولى، مع المداومه ديالو كديروه مره جوج في السيمانه. الشهر الاول الشهر الثاني كتبداو تشوفوا الشعر كيتعالج، كيدير واحد الحمايه. بحال الناس اللي الشعر ديالهم كيصبغوا بزاف، كيخليكم كي اقل ضرر زعما ديال الصباغه، كينقص من الضرر ديال الصباغه الا استعملته في الاول وتستعملوه في التالي. انا عمرني ما درتو خليته صبغت عليه، انا كنديرو وكنغسلو وكنشف شعري وكنصبغ شعر ديالي، ومن بعد اون فوا كنحيد الصباغه من الشعر ديالي عاوتاني كنديرو وكنخليه. كتحسو بالشعر ما تضررش من الصباغه، بيان سور كيتضرر. هادي اللي قال لكم من غير هادشي راه كيكذب عليكم، سمحوا لي سمحوا لي، ولكن كيكون ضرر اخف مع الاستعمال ديالو. ضروري العنايه راها كتفرق في الشعر، العنايه راها كتبان في الشعر. الشعر اللي كتعتنيو به ماشي الشعر هو اللي ما كتعتنيوش به، سورتو اللي كنتو كتعطيوه العصا بحالي انا. انا كنحماق على الصباغه ديال الشعر، كان الا ما صبغتش شعري كنحس بشي حاجه ناقصاني، ديما كنبدل الالوان وديما كنصبغ واخا انا عارفه ان الصباغه كتهلك لي شعري، وشعري زعما كياكل العصا، ولكن كتعجبني بزاف هادشي اللي عطا الله من الهوايه ديالي انا صباغ الشعر. هوايه ديالي هو صباغ الشعر. المهم كيف قلت لكم كان هذا واحد المره شفت واحد التيك توكر دارت شعرها طويل ودارت هاد القرعه كلها
في شعرها ضحكاتني. هو ما كيداش بحال هكا، هاتو منتجات تقريبا كلهم القياس ديالهم صغير. شوفوا رقم 7 قداش، شوفوا رقم 7 قداش، شوف صغير، ولكن شنو زعما القالب ديال هاد المنتجات ديال اولابليكس هو كديروا غير شويه. دابا بحال هذا كتخويوه في يديكم غير شويه وكتاكتيفيوه في يديكم، كديروا بحال هكا، كديروا هكا هكا كيبان لكم كثر، بحال كتسخنوه في يديكم، كتاكتيفيوه مزيان، كتبقاو كديروه في الكف ديال اليد وكتبقاو ديروه هكا، كتابليكيوه على الزغبه، كتفرقوا الشعر ديالكم. اي سورتو ملي كيكون الشعر قلت لكم نص فازق كيقدكم لو برودوي، ما ديروش الشعر ناشف حيت واخا ديروا قرعه كلها ما يكفيكمش وصافي. وكتمشيو بحال الماساج هكا 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 هكا، كتبقاو تمصيو في الشعر، ومن بعد كديروا شي بوني ديال البلاستيك ولا سولوفان ولا فوطه، ديروا البلاستيك او السلوفان، ديروا فوطه سخنه من الفوق، كتعاون باش الشعر كيابسوربي لو برودوي وكيتعالج. ما تستناوش البنات، راه ماشي كيرطب الشعر، راه ماشي ديروا ويخرج لكم الشعر ديالكم رطاب ولا هذا، لا راه ما كيرطب الشعر، كيعطي لمعان في الشعر، كيعالج الشعر مع المداومه. زوين معروفه اولا بليكس، راه هضر على راسها اللي كيعيبها، انا ما عرفتش كيجيني بحال غير كيهضر عليها وصافي، ما عمرو ما جربها. انا استعملت منها بزاف، اي سورتو رقم 3 كيعجبني بزاف، النتائج ديالو جد مرضيه. دابا الحاجه اللي زوينه هي واحد لا مارك، حتى هي ماركه زوينه وكنثق فيها ومنتج ديالها زوينين، خرجات البديل ارخص، وحتى هي سماتو رقم 3 البديل ارخص ديال اولابليكس. تقريبا غنخلي لكم الثمن هنايا حيت ما عقلتش عليه دابا، النص ديال الثمن ديال اولابليكس تقريبا، والكميه 100 ml 100 ml، الكميه بحال بحال، تقريبا النص ديال الثمن. الناس جربوه كيشكروه، كيبان كيقولوا انه زوين. هو المنتج باش نشكروا لكم 100%، انا ما عارفاش عليه 100% لانه اصلا هو منتج جديد، ولكن كيقولوا انه زوين وعنده نفس الفعاليه ديال اولابليكس. البنات اللي بغات تجرب، بغات تجرب، البنات كيصبغوا شعرهم بزاف، بغاو يحميوه، بغاو يعالجوا الشعر ديالهم. البنات اللي الشعر ديالهم فيه لي فورش، اللي فخباركم واحد القضيه، راه ممكن يكون هذا المنتج اللي غنوريكم دابا يقدر يثبت انه احسن من اولابليكس في الفعاليه ديالو، تقدر تكون احسن، حيت شحال من مره كنجرب بدائل رخيصه على منتجات اللي من ماركات اللي هما غاليين، وكيصدقوا البدائل الرخيصه احسن بزاف من المنتج الاصلي. صافي ما نكثرش هضره بزاف، باي باي اولابليكس، مرحبا ريفولوسيون، ريفولوسيون نيميرو 3، شفتو اولابليكس نيميرو 3، ريفولوسيون نيميرو 3 كيدار بنفس الطريقه، حتى هما عندهم قام كامله ديال الشعر، حتى هما من الصفر، عندهم حتى هما فيها الماسك شامبوان بحال 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 اولابليكس، الماسك شامبوان لو سيروم، المهم عندهم كلشي فيه حتى هويا. انا بغيت نجرب من عندهم رقم 3 ونشوفو كيفاش داير، نستعملو حتى نسالي هاد القرعه. معرفتش ملي كنتفوه، سمحوا لي بزاف، والله ما عرفت ملي كنتفوه، ما نعساش مزيان، وكل مره كنتفوه وهضرت بزاف، صورت جوج فيديوهات قبل هضرت بزاف، داكشي علاش كنحس بهاد التفويهه شدات فيا ما بغاتش تطلقني. كيف قلت لكم غادي نجربو، انا جربته غير غادي نكمل زعما هاد القرعه، وغادي نعطيكم الغوتور ديالي، الراي ديالي الصريح فيه، واش كيستاهل. ما غنحيدهاش، غنخليها بحال هكا، سمحوا لي، واش كيستاهل انه زعما انه زعما واش كيعوض اولابليكس ولا ما كيعوضوش، هادشي اللي غنشوفو مع التجربه ومع المداومه ديال الاستعمال حتى نساليو هاد القريعه. شفتو راه تقريبا قلدوا فيه كلشي، بليكس وهذا اولابليكس، ان شاء الله يكون مزيان، لان ريفولوسيون لا كاليتي ديالهم زوينه، جربت شحال من حاجه ديالهم، المكياج دي برودوي ديالهم كيصدقوا زوينين، لي ماسك داكشي ديالهم كيصدق زوين. ريفولوسيون ماركه انايا كتعجبني بزاف، البنات اللي بغات تجرب وما بغاتش تاخذ اولابليكس لانه غالي، الثمن ديالو 350 ولا 370 درهم، وريفولوسيون غادي يكون قل منه بالنص تقريبا، نخلي لكم الثمن، اللي بغات تجربوا علاش لا، تجربوا وتشوف النتيجه اللي غادي يعطيها. انا ان شاء الله غادي نتبعوا واحد المده على ما نساليه كيف قلت لكم،
وان شاء الله نقول لكم النتيجه ديالو شنو دار ليا، واش كيستاهل ولا لا، واش كيعوض اولا بليكس ولا لا. غادي ندير لكم واحد الفيديو واحد اخر نشرح لكم فيه على رقم 6 ورقم 7 ديال اولا بليكس اللي كنستعملهم دابا، وباقيين عندي عامرين منتجات اللي زوينين بزاف. يقدر يكون الفيديو مور هذا الفيديو ان شاء الله، اللي مهتمه تشوف الفيديو ان شاء الله اللي غادي يكون مور هذا، اللي غنشرح عليه على رقم 6 ورقم 7 وشنو كيديروا زعما الشعر وشنو هي الاستعمالات ديالهم. شكرا بزاف لانكم وصلتوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو. اسمحوا لي لان الطريقه ديال الهضره ديالي شويه ثقيله شويه عيانه، حيت عيانه بزاف، كنت مريضه الله ينجيكم هاد اكثر من شهرين كنمرض وكنعاود نبرا وكنعاود نمرض عاوتاني بالبرد، وحتى النعاس عندي شويه مخربق. الحمد لله. مهم كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. اللي عندها اي تساؤل تخلي ليا في لي كومونتير. ما نساويش البنات من اللي جام عفاكم، اللي جام كيشجعوني، كنعرف التفاعل ديالكم، كنحس بكم انكم زعما درت شي حاجه اللي نتوما شفتوها وعجباتكم. خليو لي كومونتير ديالكم كيف قلت لكم، فيهم اي تساؤل، اللي ما عندها حتى شي تساؤل حتى شي حاجه خلي لي قليب ورضا اي حاجه باش نعرفها راه دازت زعما من الفيديو ونعرفكم. وشكرا لكم بزاف، بسلام عليكم، تلقاو فيديو جديد.